أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة على السرير حيث سمعنا من يقول إن الصلاة على شيء غير لاصق بالأرض غير صحيحة، فما الصحيح في ذلك؟ والسرير ما هو بلاصق في الأرض، السرير لاصق في الأرض، إذا كان السرير ثابتا مثل السطح صلي عليه، ما في ماذا يصلي على السطح؟ يصلي على سطح المسجد، يصلون على سطح الحرمين، يصلون، هذا مثل السطح إذا كان ثابتا ولا يشوش عليه في ركوعه وسجوده فلا بأس. نعم.